ايه اللي بعده؟ لو طلبوا منك تختاري اجمل سيده في العالم تختاري مين؟ بص انا عايزه اقول لك الاول، انا كبسمة وهبة بشوف ان الجمال نسبي، يعني بحب اقسمه، يعني مثلا الشكل 30%، الجسم 30%، الشياكة ممكن تكون 10%، الذكاء الباقي كله الذكاء. تعال نطبقه. ممكن واحدة مثلا ماتت الأول، ديانا الأميرة ديانا كانت كده. اتنين الملكة رانيا، الله، ملكة الأردن، دي نموذج يعني. دي ال بشوفها كده اللي يعني دي طبعا جايبه خيارين في الجون بجد. بينطبق دول عليها اجمل وارقى سيدات الوطن العربي ده حقيقه، او العالم كله يعني. في واحده ثالثه كمان، انجلينا جولي، فعلا ضحت بكل ثروتها ونجوميتها طبعا علشان تساعد اللاجئين وغزه الضعفاء. دي حقيقة. كل ده دي حقيقة، دي نموذج بيتوفر فيها الجمال والذكاء والانسانيه وكل حقيقة. حاجه دي نموذج لكل فنانين والستارز العالميين انهم طبعا يعرفوا يعني ايه انسانيه. هو ده الجمال يا محمد. طبعا ومطلوب مننا، وربنا مش عايز مننا حاجه تانية غير كده، غير ان شفنا بني ادمين كويسين، بني ادمين عندنا رحمه، بنحب بعض، بنستحرم دم بعض، بنتمنى الخير لبعض. ربنا بعت الاديان كلها عشان كده. ما بنأذيش بعضينا. ربنا انزل الاديان كلها عشان هذا المعنى الراقي جدا، عشان الناس تعيش في محبه وسلام. صح. واتمنى ان شاء الله ربنا ينعم على الارض، على الكره الارضيه كامله، عرب ومش عرب، مسلمين ومسيحيين، يهود، أي ملة، بالإنسانية، وأن يرتقوا بمعنى الإنسان أفضل من اللي احنا شايفينه، ويبقى ستوب لغاية اللي احنا فيه ده عشان نرجع للأفضل. ما لأن لو رحنا أكتر من كده هنبقى. أنت مطمن على الإنسانية يا محمد؟ أنا مطمن طالما في ربنا سبحانه وتعالى قادر، قادر ربنا قادر بمعنى الكلمة إنه يهدي الناس كلها ينشر السلام إن شاء الله. إن شاء الله.